سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. الفيديو تاع اليوم راح نوري لكم روتيني في العنايه باليدين التوعي، اليدين والاظافر. اول حاجه نبدا بها هي نحي اي خاتم عندي في يدي ونرجعهم لبلاستون باش ما يتودروش. والحاجه الزوجه هي ديسولفون وكوتون باش نحي الفيرني اذا كنت دايره الفيرني في علاه نحو الفيرني باش الاظافر تاعنا ثاني يستفادوا من العنايه اللي رانا رايحين نديروها. ندو قطنه هذا الديسولفون تاع جولي غوز، هذا الفيغ بزاف هايل، خي من الغوز. ندير في الكوتون تاعي نحي كامل الفيرني اللي راني دايرته. نحو مليح كامل هذاك الفيرني، قلت لكم هذا الديسولفون بزاف مليح ينحي تخي بيان، خي من جولي غوز هذاك اللي يجي في قرعه تاع الزجاج ويجي فيها بونجات داخل، هذاك زيرو. كمل نحي كامل الفيرني نرجع. هذو هما الاظافر تاعنا بعد ما نحينا منهم كامل الفيرني. دروك نروحو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه هي ندو ريسيبيون كيما هكا يكون فيه ماء دافي، ماشي سخون، ماء دافي تاع كي ندخلو فيه يدينا مش رايح يحرقنا. نديرو فيه مغرف ملح، ملح عادي تاع الماكله، مغرف ملح، ونديرو عصير ليمون. ندو ليمونه ونديرو منها عصير تاعها. خلطو مليح بيذوب هذاك الملح. دروك نجو نديرو يدينا في هذاك الماء الدافي ونخلو يدينا فيه. خلو يدينا واحد 5 دقائق ولا بعد ما فاتت 5 دقائق ندو جل دوش، نامبورت كال جل دوش عندك، اي نوع جل دوش عندك ولا صابون اليدين السائل. نديرو شويه في هذاك الماء بعد ما فاتت 5 دقائق ندو نشفو يدينا شوية. وندو بروسادون، بروسادون بيان سور ماشي بروسادون لي نبرسو بها سننا، بروسادون خلوها سبيسيالمون ليدين، ولا كاين هذوك لي بروس سبيسيال. ونجو نحكو الأظافر تاعنا باه أي وسخ فيهم ولا يتنحى. دروك نروحو للمرحلة الثالثة اللي هي المقشر. أنا المقشر هنايا راني دايرة قهوة، سكر، وزيت جوز الهند. تقدر ديري القهوة وحدها مع زيت زيتون، ولا قهوة مع زيت جوز الهند، ولا السكر مع زيت جوز الهند، ولا السكر مع زيت زيتون، ولا تقدري ديري قهوة والسكر وزيت زيتون، ولا القهوة والسكر وزيت جوز الهند. المقشر العادي ونديرو بابي هكا ولا سيرفيات ما نسحقوهاش باه ما نوسخوش الحالة. ونجو نديرو المقشر تاعنا، نديرو في اليدين والأظافر، ما ننساوش الاظافر كما راكم تشوفوا. فايده تاع المقشر هي نتخلصوا من هذيك الخلايا الميته.
نقشر مليح، وما ننساوش هذه المنطقة هنايا اللي تكون شوية غامقة. فوالا، ونخلو واحد دقيقة ولا زوج دقايق، ومن بعد نغسلو يدينا، والتقشير يكون بحركات دائرية. نغسل يدينا ونعاود نرجع معاكم. بعد ما درنا المقشر وغسلنا يدينا، فريمون تحس يدك رطبين، دروك نروحو نديرو الماسك. نسحقو في الماسك تاعنا نشا لا مايزينا دقيق الذرة، ونسحقو نص حبة تاع قارص، دون نص الحبة تاع القارص ونفوتو كامل على يدينا. الا كنتي مجروحه في يدك ولا راهي رايحه تحركك شويه، والا ما كنتيش مجروحه نورمال. فوتو هكا بالقارص، ومن بعد شنجو نديرو نغطسو هذاك القارص في المايزينا كيما هكا، ونجو نديرو في يدي. وما تنساوش هذو المناطق هنا اللي يكونوا شويه غامقين، نعاودو نغطسو في المايزينا فوقتو مليح. روحو لليد، بنفس الطريقة نغطسو في المايزينا ونعاودو نفوتو. نخلو يدينا ينشفو، ومن بعد نغسلهم عادي بالماء. غسلت يدي من الماسك، فريمون راهي فيهم واحد النعومه هايله. دوك نروحو واحد الوصفه للاظافر، نسحقو فيها معجون الاسنان اي نوع عندك، ونسحقو فيها عصير ليمون. واحد المغرف كبيرة ولا زوج، ونديرو كمية من معجون الأسنان. وهذه الوصفة تقوي الأظافر وتبيضهم وتزيل هذاك الإسفرار، والأظافر تاعنا ما يبداوش يتكسرونا بالخف. نبدو بغوص هذا كيما هكا، خلطوهم مليح، نقدروا ما نزيدو لهم بيكربونات الصوديوم. ديرو بابي هكا باش ما نسخوش الحاله، ونجو بهذه البروسادو نديرو هكا في الاظافر تاعنا، في كامل الاظافر تاعنا. نكمل كامل صباحتي ونرجع معاكم. هاي بعد ما درت ديك الوصفه كامل الاظافر تاعنا، ونخليهم واحد الدقيقه ولا زوج حتى ينشفوا. بعد ما فاتت دقيقه نغسل يديا ونرجع معكم. الاظافر تاعنا بعد ما غسلناهم من هذيك الخلطه، ونشوفوا بلي بويضين ما فيهمش كامل هذيك الصفوريه. امام نقدروا ندو نص حبه هكا، حبه قارص، نص الحبه تاع القارص كي نكونوا نستعملوها، ما نقيسوهاش، نجو نغطسوا فيها الاصابع تاعنا هكا، الفارتين تاعنا بلوتو، راح ثاني تنحي لنا هذاك الاسفرار. ومن بعد نروحوا اذا كان عندكم هذاك الجلد الميت هنايا بعد ما درنا المدافي والقوماج والماسك، راح يكون سهل باش نحوه. انايا ما فياش نحوه بالكوبون، قول لي ولا كاين واحد الحاجه سبيسيال نحو بها، نحو بها هذاك الجلد الميت اللي يجي هنا، انا ما فياش. وبين لاليم سوا هذه اللي تجي دايره كيما هكا، ولا اللي تجي دايره كيما هكا، ليمو بها الاظافر تاعنا. هذه هي، انا راني مليميتهم ديجا. دروك نروحو لاخر مرحله وهي الترطيب. كريمات تاع اليدين راهم كاينين منهم وعليهم في الاسواق. انا عندي هذه، عندي هذه، وعندي
وعندي هذه، وعندي لافازلين. الفازلين نستعملها كثريتها في النهار. على الفازلين باسكو الفازلين تجي فيها واحد الطبقة دهنية، هذيك الطبقة الدهنية ما تعاودي تستعملي الماء ما راح يتنحى هذاك الترطيب. وعندي هذه لاكريم هاند النايل كريم. انا دائما كي نجي نشري لاكريم بوكو بلوس بزاف نروح لاكريم اللي تكون لليدين والاظافر، واللي تكون اليدين والاظافر راح تعاون في تقويه الاظافر وتطويلها. هذه ثاني دايرين فيها هاند النايل كريم اليدين والاظافر. هذو جوج اللي مستعملتهم ديجا، هذه جامي استعملتها مازالت جديده، وهذه لا لا راني مستعملتها وراهي قريب تخلص. دوكا حنا نخدم معاكم واحد الكريمه تعطي ترطيب هايل للبشره وزيد طول الاظافر وتقويهم. انا راني خدمتها مقبل بصح راهي قريب تخلص، قلت نزيد نخدمها معاكم. تدي اي نوع كريمه تاع اليدين عندك، تدي زيت الفيتامين او وزيت جوز الهند اي نوع عندك، وزيدي لي كابسول تاع الفيتامين او. هادو لي كابسول، انا بقات لي وحده كابسول. لي هادو لي كابسول يتباعو عند الفارماسي، هادو الكبسولات يتباعو عند الفارماسي لي جو دايرين كيما هكا. ندو الكريمه تاعنا ان شاء الله راهي واضحه الصوره. الكمية تكفيني. ندو هذا زيت الفيتامين او، هذا زيت الفيتامين او هايل تاع ابو سعد. راني حندير لكم فيديو سبيسيالمون نهضر لكم عليه. نديرو واحد 10 قطرات هكا، وراي ديك الكبسول، ونديرو هذه الكبسولة تاع فيتامين او لي تجي كونسونطري. هذا زيت فيتامين او تاع ابو سعد مخفف، مخفينو بزيت اللوز الحلو، بصح هذا مركز، زيت الفيتامين او مركز جاي ثقيل على هذاك تاع ابو سعد. نثقبو ديك الكابسول ونخرجو منها هذاك الزيت، وهذه ما نرموهاش، نعاودو نقيسوها الداخل بعد ما خويناها من هذاك الزيت. وندو زيت جوز الهند، ندو كمية من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند عنده فايدة كبيرة للأظافر، وعنده ترطيب كبير، وزيد فيتامين او يقوي ويطول الأظافر. نخلطو مليح المكونات تاعنا، ورايحين يتجانسو باسكو كامل الزيوتات وهذيك كريمة. وانا ننصحكم اي كريم مرطبة سواء للوجه ولا للجسم ولا لليدين دايما زيدو لها فيتامين او، راح تعطيكم ترطيب. هذه هي الكريمة تاعنا. انا كيفاش نجي نطبقها، ندي كمية هكا ندير في يدي عادي نرطب يدي، ومن بعد تجي ندي كمية ندير في الاظافر، نجي ندير مساج في الاظافر، ورايح اليد تاعنا والاظافر تاعنا كامل يشربوا هذيك الكريمه بزيت جوز الهند وزيت الفيتامين او اللي خدمناها، وراح تعطي ترطيب هايل لليدين. اي بيان سور كي نجو نديرو الكريمه المرطبه لليدين نديرو مساج صغير ليدينا. هي لا فيديو تاع اليوم كانت طريقتي في العنايه باليدين والاظافر، وحاجه نوصيكم بها قبل ما نختموا لا فيديو تاعنا، لازم تهلاو في يدينا. علاه نتهلاو في يدينا؟ باسكو نهار كومبلي وحنايا مع التنظيف مع المواد التنظيف نعرفوهم باللي معمرين مواد كيميائيه، الوغ لازم نتهلاو في يدينا كيما نتهلاو في باقي الجسم تاعنا، لازم نتهلاو في يدينا فان. وحاجه نوصيكم بها مالغري انا ما نديرهاش باسكو عندي حساسيه من هذوك لي غون، كيما نعرفوا هذوك لي غون تجي فيهم واحد لابودغ الداخل،
الوغ انا ما نحملهمش في يديا، مي اذا ما كانت عندكم حتى حساسيه ننصحكم قبل ما ديروا اي تنظيف ولا تستعملوا اي مواد تنظيف ديروا لي غون باسكو ملاح بزاف ويحموا اليدين. والحاجه الثانيه اللي نوصيكم بها هي واقي الشمس. ثان ما تنساوش ديروا واقي الشمس لليدين اي سورتو في فصل الصيف، و سورتو نسا لي سوغو باسكو علاه اليد تكون كي تكون يدك على الفولون يدك راح تكون معرضة بزاف لأشعة الشمس. ونشوفو بزاف في فصل الصيف يدينا تكون عندنا ديماركاسيون، تكون عندنا اليدين كحلين من أشعة الشمس والباقي تاع الذراع بيض عادي. ما لا ننصحكم ديرو واقي الشمس. وهكا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. اذا عجبتك ما تنساش تخلي جام وام تي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجو لا فيديو مع لا فامي تاعكم وحباباتكم وصحاباتكم. هكا باه لاشين تاعنا تزيد تكبر. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحتكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.